بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامجها الرمضانية في عام زايد ليستفيد منها كل ما تطاله أيادي عيال زايد. في هذا الإطار أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن دولة الإمارات تواكب التحديات الإنسانية على الساحة الدولية بالمزيد من المبادرات التي تحدث فرقا في جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتترك أثرا مباشرا في مستوى الرعاية والعناية الموجهة للمتأثرين من تداعياتها. هي ليست مجرد أرقام ولا مبالغ مالية تصرف، بل هي معان إنسانية وقيم تعكس ما غرسه زايد الخير في نفوس أبنائه. هكذا تنظر الإمارات لمساعداتها الداخلية والخارجية، والتي طالت 11 مليون شخص داخل الإمارات، كما غطت 79 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وبقيمة بلغت 155 مليون و448 ألف درهم. فالإمارات اليوم، وحسب ما أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ستكون أكثر استجابة للاحتياجات الإنسانية وأشمل عطاء وسخاء في جانب المساعدات والبرامج الرمضانية خلال عام زايد الذي أعلنت عنه القيادة الرشيدة لتعزيز القيم والمبادئ التي غرسها فينا المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع الأسس التي قام عليها صرح الإمارات الخيري والإنساني، والذي يتعزز حاليا في ظل القيادة الرشيدة مرآة واحدة من أذرع الإمارات الخيرية الممثلة في الهلال الأحمر، عكست حجم إيمان الوطن بالخير الممتد عبر القارات، حيث رفعت الهيئة سقف مشاريعها المتمثلة في إفطار صائم والمير الرمضاني وكسوة العيد وزكاة الفطر، مركزة مشاريعها هذا العام على العديد من الدول التي تواجه ظروفا إنسانية استثنائية نتيجة الأزمات والكوارث. فعلى سبيل المثال، توزع الهيئة مساعدات إغاثية عاجلة على الأسر الأشد فقرا في مديرية رضوم بمحافظة شبوة اليمنية، وتضمنت 550 سلة غذائية بجانب استمرار توزيع وجبات إفطار الصائم على الأسر غير القادرة بحضرموت لليوم الثامن على التوالي. كل هذا وأكثر يعكس أن الأرقام ما هي إلا مرآة لقيم غرسها زايد وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة لتجعل من الإمارات دار خير وعطاء.